من الرياض ينضم الينا دكتور عبد الله العساف، الباحث الاعلامي والسياسي. دكتور عبد الله، يعني برايك كيف يمكن الوقوف في وجه هذه التحركات الدائمه والمستمره من قبل الحوثيين؟ مساء الخير لكم ولمشاهدي قناه الغد. الحقيقه اليوم المشكله ليست مشكله تخص المملكه العربيه السعوديه او المنطقه، بل هي تخص العالم اجمع. وانا ما حدث بالامس يعيدني الى العام 80 عندما قام النظام الخميني بأزمة الرهائن، لتسليم الرهائن بعد انتهاء فترة رئاسة كارتر واستقبال ريغان. هذه المرة وهذه الرسائل التي أرسلت، سواء الزوارق وسواء المسيرات والتي أرسلت بالأمس بكثافة متعمدة تجاه قلب من قلوب الاقتصاد في العالم، وهو قلب الطاقة العائن في جازان، انا اعتقد ان هذه رساله وداع واستقبال لبايدن، وهذه ايضا تثير الكثير من علامات الاستفهام حول كيفيه استقدام او تعامل العالم مع هذا النظام. تضخمت الفاتوره الايرانيه حتى الانفجار، ولم نجد هناك تعامل جاد من قبل السلطات سواء الامريكيه او العالم والاسره الدوليه صاحبه النفوذ في المجتمع في مجلس الامن لمعاقبه هذا النظام المارق. هذا النظام مره اخرى هو لا يستهدف الاقتصاد السعودي، هو يستهدف اقتصاد العالم الذي ليس في افضل حالاته. يعني العالم يمر اليوم في جائحه كورونا، ويمر في حاله ركود وانكماش اقتصادي، وهو بحاجه الى التعاون من اجل التعافي والخروج من هذا المازق. يكرر اليوم الاعتداء على ايضا ممر من الممرات المائيه التي اقر القانون الدولي بانها تبقى حرة وسليمة وآمنة في السلم والحرب. طيب، يعني التحالف العربي دائما ما يعترض مثل هذه الطائرات ويحاول أن يتصدى لها، كيف يمكن توسيع العمليات العسكرية أو هذه المقاومة من خلال الاستفادة من المعطيات الدولية دكتور عبدالله؟ هذا جيد. اليوم احنا دائما يجب أن نسأل أنفسنا سؤال، التحالف العربي قام بجهوده واستطاع أن كثير تحيد قوة هذه الطائرات ويقضي عليها وهي في الأراضي اليمنية باتجاه الأعيان المدنية السعودية. لكن السؤال الذي دائما ما يبرز إلى 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 السطح، كيف تصل هذه الطائرات والمسيرات والزوارق المفخخة بكثافة إلى النظام الإيراني وهناك حصار بحري وجوي عليه؟ لابد أن نعرف أن هناك ثغرة يستغلها هذا النظام، الثغرة لا تزال موجودة في ميناء الحديدة، هناك تواطؤ دولي، هناك تخاذل من الأمم المتحدة في تسليم هذا الميناء إما للسلطة الشرعية اليمنية وإما بالإشراف المباشر. النظام اليمني ما يزال يستخدم المعونات الإنسانية أو ظاهرة المعونات الإنسانية من أجل تهريب مثل هذه المسيرات، ومن يعرف تهريب هذه المسيرات يدرك جيدا انه يتم تهريبها على شكل قطع منفرده، ويتم تجميعها من قبل الخبراء الايرانيين او اعضاء حزب الله الموجودين على الاراضي اليمنيه، ثم استقصاد المملكه العربيه السعوديه بها. اذا دكتور عبد الله العساف، الباحث الاعلامي والسياسي، كنت معنا من الرياض.